تهديدات بالفصل وقطع رواتبهم، ضغوطات يتعرض لها منتسبي الحشد العشائري في الأنبار في حال عدم جمع بطاقات انتخابية لصالح أحزاب وشخصيات سياسية يشرف عليها أمراء الأفواج. تمكنا من التواصل مع منتسبين في الحشد العشائري، أكدوا عن تعرضهم للتهديد وأجبروا على جمع بطاقاتهم وتسليمها لآمر فوجهم خوفا من فصلهم وقطع مصدر دخلهم. شيوخ العشائري ومثقفون في الأنبار أبدوا عن تخوف من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة التي بدأت بالضغط على منتسبي القوات الأمنية لانتخاب شخصيات سياسية، مطالبين رئيس الوزراء بالتحرك وتشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين وإبعاد التأثيرات السياسية عن المؤسسات الأمنية. لاحظنا هذه الحالة بدأت مبكرة بشكل كبير جدا من قبل بعض الأجهزة الأمنية وتحديدا في الحشد، بأنه ضغط على بعض العناصر بأنه لن تستلم الرواتب أو ربما لن تبقى في هذه المؤسسة إذا ما جلبت 10 أصوات من عائلتك أو أقاربك وإلى آخره. هذه أساليب ضغط ودفع أموال غير مشروعة، نتمنى أن تتلافى المفوضية هذا الخرق الكبير وأن تحذو حذو الخطوة الأولى بإلغاء التصويت الخاص والسجناء والنازحين، لأنها ستستغل بشكل غير مسبوق. في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات العراقية، برزت مطالبات شعبية بإلغاء التصويت الخاص بقوى الأمن والمعتقلين في السجون لإبعاد الاستغلال الحزبي وإنهاء الجدل الذي يثار في كل موسم انتخابي بشأن تلك الأصوات. عامر محسن، قناة ديجيتال الفضائية، الأنبار.